التقى وزير الخارجية سامح شكري وفد الصندوق اليهودي المتحد الأمريكي، حيث تناول لقاء علاقات التعاون المصرية الأمريكية، حيث أكد شكري حرص الحكومة على الاستثمار في هذه العلاقة وتعزيزها بما يعود بالنفع على البلدين. كما استرد شكري مستجدات الأوضاع السياسية والاقتصادية في مصر وجهود محاربة الإرهاب على ضوء الحملة العسكرية الشاملة سيناء 2018.